فضيلة الشيخ، ما هي الشروط التي وضعها فضيلتكم للتمثيل يكون مباح؟ الشروط: أولا أن لا يكون فيه كذب، فإن كان فيه كذب فإنه لا يجوز. ثانيا أن لا يمثل من له حق الاحترام كالصحابة رضي الله عنهم وأئمة المسلمين وما أشبه ذلك. الشرط الثالث أن يكون في ذلك مصلحة كمعالجة مسائل اجتماعية وما أشبه ذلك. الشرط الرابع أن لا يقوم بدور المرأة وهو رجل، أو تقوم المرأة بدور الرجل. والخامس أن لا يكون فيه دور حيوان، بأن يكون بعض الممثلين يقوم بدور شاة أو بعير أو بقرة أو كلب أو ما أشبه ذلك. والشرط السادس أن لا يقوم بدور كافر، كأن يقوم أحد الممثلين بدور أبي جهل مثلا، أو بدور أبي لهب أو ما أشبه ذلك، لأن هذا ربما يوقع في قلبه شيء، أو ربما يقع في قلبه شيء، وربما يعير به أيضا بين الناس، ويقال يا أبا جهل يا أبا لهب وما أشبه ذلك. المهم الضابط العام ألا يتضمن التمثيل شيئا محرما بأي سبب، قد تكون من جنس ما مثلنا به، وقد تكون هناك أشياء غابت عنا أيضا. نعم.